وردة سرها المحبة. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. ما سمحت شيف، مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مام معينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقة اليوم ثلاثة باش نحكيو على برشا حاجات. بيان سور من الحاجات باش نحكيو على العضة المقلوبة، اللي هي الناس اللي عندها مشكلة في الفك نتاعها، فك مقدم على الآخر، دونك تصير لهم مشكلة وقت اللي يقدموا الحاجة. اليوم باش نعرفوا شنو هو الحل. كيف كيف باش تكون بحذانا الممثلة التونسية ريم معبروق اللي باش تحكي لنا على جديدها اللي هي مسرحية نفس. دونك خليكم معنا، ما تبدلوش القناة وما تبدلوش البرنامج، خاطر مازال عندنا برشا حاجات باش نحكيوهم خلاف زوج مواضيع هذم. اما قبل لازم نقول بونجور لي فيفي. بونجور فاطمة. شحوالكم؟ انا اليوم في فورم. في فورم. سي بون. البارح حسيتكم ماهوش في فورم. نزلنا ويكاند البارح. نصب على السادة المشاهدين كما كل يوم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم خير وزين وبنين، واستنوني من بعد في غوسي ستايل باش نحكي لكم على الماتيغ لوريكس. فاطمة نصبح على السادة المشاهدين، نقول لكم ان شاء الله نهاركم خير وخمير يا ربي، كل طاقة إيجابية وكل حب وكل صحة وخير ان شاء الله. معايا من بعد باش نلقاو غوبريك عجيبة غريبة اللي استانسوا بها السادة المشاهدين، باش نهزكم برشا بلايص وبرشا عجايب وبرشا غرايب، غير شدوا روحكم برك. باهي برشا صفصوفة، دونك نشوفوا لي شيف. بونجور لي شيف. مرحبا بك فاطمة. صباح الخير. صباح الخير شيف فتحية. صباح الخير نفات العصاري. سادة المشاهدين نصبح عليكم بالخير من كوجينة الماتينال، برشا خير وبرشا خمير وخبين نقولكم مع الشيف فتحية. أكيد عندها الحلو وأختنا فاتن العصاري باش تقدم لنا وصفات زمنية بنينة برشا فاوحة. اليوم أكيد اختارت وصفة منها، الوصفة الزمنية تنعطيكم بعد شنية تفاصيلها وشنية الوصفة بحد ذاتها تخليلها الكلمة. لكن قبل خلينا نشوفوا شيف فتحية شواشن وش تعمل لنا حلو اليوم. الحلو حسب طلبات المتفرجين ومنهم صفاء. هذا يا رسائل. لا 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 نفطر. لا 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 هذا يا أكل. عرفت تحب الفطاير. تعرف أكل أكل خبز البسكويت اللي تبدأ غولي. وفي وسطها معجون. أكل كيما سويسرولا هكا البسكويت رولي هذاك. غولي. اللي يلفوه بالمنديلة. لا 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 مش هذاك جاتو غولي، هذاك جينواز. هذايا يطيب معجونه في وسطه. منه فيه وباش نحط له في وسطه. جبت معجون ميزون فريز وباش نزيدوا شويه لوز، تلقى فيه تقرمشه بنينه. بالطبيعه انا اخترت باش نعملوا بالفاني سمارتيف فرينا سبيسيال جاتو ورده. الوغ ما تبعدوش علينا، استناوا لي زيتاب نتاع خدمه البسكويت هذايا. حاجه بنينه وتصبر وماهيش متكلفه ياسر. فتحيه ميرسي بوكو اي جو تادور. والله يا سيدي طلعت تحب حاجه اخرى بخلاف الفطاير. اي صح ماشي. احنا هذايا الحلو بتاعنا، دونك باش تاخذوا تفاصيله ما تبعدوش على التلفزه، وخليكم على قناه 9 باش تاخذوا تفاصيل زاده بتاع الاطباق المالحه اللي باش تقولنا عليها اختنا فاتن الحصايل. اليوم اخترت باش نعمل مثاومه بالكرشه اللي هي تجيب لسان زاده وتجيب اللحم والكرشه وتجيب لسان البقري زاده. اليوم اخترت باش نعملها اليوم في الرزين. اليوم حتى باللسان زاد بنينه برشا. المثاومه باللسان ان شاء الله. ثم المثاومه في قرقنا اللي يعملوها بالقرنيط، وثم المثاومه اللي يعملوها بالصوبيا، دونك كل جهه وعندهم المثاومه. كمونيه ولا لا؟ ابار الكمونيه عندهم مثاومه يعملوها بنينه برشا، خاصه بالصوبيا والعظم نتاع الصوبيا خارق العاده. تحيه للقراقنه الكل، هذه في تونس الكل. عندهم برشا حاجات بنان برشا. بنان برشا ان شاء الله مره من المرات اكيد. وبرشا مرات نقدموا الكوجينه القرقنيه اللي هي من احسن الكوجينات الموجوده في تونس. عندهم الكسكسي اللي بالقرنيط. اللي بالقرنيط، وعندهم الكسكسي اللي بالحوت، ويعملوا معاه كي شكشوكه تقليه. هاي يقول الصفقسيه. الفل وفلفل والتمره اخرى نعملوها، حتى انا تعلمت عليهم بزاد بنين برشا ان شاء الله. توا احنا المثاومه نتاع الكرشه قلنا اليوم كرشه، ومعاها شنو باش نعملوا؟ معاها باش نعملوا مقرونه
قرابه ورده باش نعملوها اون سالاد، مي المره هذه لي زانغريديون الكل باش نعملوه معناها افيك دي ليغوم غري، معناها خضره مشويه مش بالكرو. خضره مشويه به، خاطر احنا نعرفك السلطه نتاع البات اللي ديما فيها شويه زيتون وشويه معدنوس وشويه خضره نيه وطماطم. اليوم باش نعملوها بالخضره المشويه. دونك هذوما زوز وصفات مع الوصفه باش تقدمها لنا الشيف فتحيه، وهكا الحساب يبدا مريقل. نرجعوا بعد ما نمشيو لاختنا فاطمه ونبداو نهارنا كيما جرات العاده في الماتينال. حضروا روحكم للسبور وبرشا نشاط وحيويه. ميرسي بوكو للشيف، وانت اقعد احسب لهم سي ايوب. دونك نرجعوا نشوفوا سبوت الخاصه بالما ونشوفوا الكوتش شنو محضرين. مي بالما، مي منبع طبيعي، ريش ان مغنيسيوم اي ان كالسيوم. بالما، اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما، سورس دو ناتور او كوتيديان. ميرسي بوكو فاتو، مع السلامه، مرحبا بكم الناس الكل، معكم ايميل بيبسي كوتش في بيبي جيم. دونك اليوم باش نكملوا مع بعضنا بروجرام تاع تي ار اكس. عملنا دو سيونس، عملنا سيونس بارتي سوبيريور، سيونس بارتي بور لي زابدو، تاو سيونس عندنا partie inférieure اللي هي جامب. دونك موسيقى اللي عندهم تي ار اكس بيان سور يتابعونا، والا خليوا الفيديو عندكم باش نجموا تخدموها في الصاله نتاعكم. باش نبداو باللي شوفمون شويه موسيقى بالله. لي فاسون جينو، ليتس جو. لي بوان دو لو با لي جينو فلافون. Les abdos serrés. Allez, jumping jack. One, two. One, two. Poussez les genoux vers l'extérieur. Talon vers le bas. Bravo. Allez, talon fesses. Let's go. Huit secondes. Huit, sept, six, cinq. Libation du genou. Let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, jack. 4, 3, 2, let's go. High knee. 1, 2. 4, 3, jack. Go. 4, 3, 2, and 1. Bravo. Amène échauffement Israël. Je m'abdéo. نخدمو لي زيكزارسيس نتاعنا، باش نبداو لي زيكزارسيس دو باز، وبعد باش نعملو ترافاي كومبيني، اوكي؟ دونك باش نبداو أول إكزارسيس اللي هو إكزارسيس كلاسيك ونعرفوه الناس الكل، اللي هو سكوات، اوكي؟ هاذي، ديما تي آر إكس يبدا، قريب للبواترين نتاعي شوية، لي زابدو، و بواترين ديجاجي، لي زابدو سيري، أنش نوت، أنش نوت، يبدا، موش التالي موش القدام، في الوسط. OK, allez, des squats rapides. 1 et 2. 1 et 2. Les genoux vers l'extérieur. Les pointes légèrement vers l'extérieur. Contractez vos fessiers, poussez vos hanches en avant, dehors de la montagne. Hanches en arrière et vers le bas. Kinji hop. Good. Good. So good. Très bien. Ciao. Squat à une seule jambe. OK. 1, 2, 1 et 2. Bien sûr, l'exercice est venu avec moi les avancées. Donc, tu retardes. Il y a un squat. Ouais, le squat à une seule jambe. Mais je te redonne à l'essayer. OK. هذا كان دوزيام اكزارسيس اللي هو تنجم تخدم اكزارسيس الاولاني ولا الثاني. حالو في تي ار اكس اخدمو تاباتا ورك اوت، معناها هو اللي مش يعطيك باش يحسب لك 20 سكوند دو ترافاي 10 سكوند دو ريكوبيراسيون، اوكي؟ باش نجم تحرق اكثر كالوري بوغ تني فيه اكثر لي موسكل نتاعنا، اوكي؟ نعدو دوزيام اكزارسيس اللي هو فونت. اكزارسيس دو باز زاده تعرفوه الناس الكل. لونج ستيب باك. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Genou arrière, en bas. 1 et 2. Genou avant en 90 degrés.
نعطيكم دوزيام اكزرسيس في السيري هذه، معناها نتاع الفونت. يا تخدم فونت والا تخدم الاكزرسيس هذا. اوكي؟ ريدي؟ توجذر. كروس. 1 2 ركواز ديسان. جنو افون ديما تقعد القدام، اوكي؟ ردوا بينا في الاكزرسيس هذايا، لي جنو تدخل فيغ لانتيريور، خليها ديما فيغ الاكستيريور. كان لقيتو صعيب شوية الاكزرسيس، ركزوا شوية على ساقايا. نحاول نحط البوانت جوست في القاع، دوب نمس لهنا، هوب، ونال، اوكي؟ 1 اي 2، اوكي؟ الي دوغيتي غوش. Good job. هذه كانت دوزيام سيري. دوزيام سيري كالعادة تباتا ورك اوت. توا عندنا دي زيكزارسيس ديكسبلوزيفيتي. اوكي؟ بيان، بواترين ديجاجي، بدني بونشي القدام، بدني كل بونشي القدام. ندخل لي تي ار اكس لهنا من هدايا، نخلي بدني بونشي القدام لهنا. نطيح القدام، نعمل ستيب القدام، جامب دووات والا غوش، جامب اريير تو لو بوانت، نعمل جنو ونرجع. اوكي؟ 1 اي 2. هذايا هو التكنيك اللي مش نخدموه. اما كي نحاولوا نلوجوا على الاكسبلوزيفيتي مش تولي خدمه، ركزوا. جامب. جامب. 1 and 2. نحاول ندس بالكدا على ساقي اللي في القاع. جود. هذا كان ثوازيام اكزرسيس نتاعنا اليوم. اكزرسيس ديكسبلوزيفيتي. اوكي؟ تو باش نحاولوا نلوجوا على الفورس والانديرونس. واتش. 1 2. 1 2. لارج سيري. لارج سيري. في سكوات لارج، لي جينو توجور في الاكستيريور. سكوات سيري، لي جينو ليجيرمون فيغ لافون. Ange vers l'arrière et vers le bas. Wow! Eh bien. Wouh! Il y a une quatrième série. Il y a un quatrième exercice. Donc, la dernière série, il y a une combinaison bien les fentes ou bien les squats. OK? Je n'aime le fente de droite et gauche. Je n'aime le maham squat large, squat serré. OK? Allez, vous êtes prêts? La dernière, la dernière. 4, 3, 2, and 1. Fente, fente, large, serré. 1. N'haulou, rekzo à la précision de les mouvements ou l'alignement de les genoux. L'alignement et la précision. Allez, deux encore. Yeah. Bravo, bravo. هكا نكونوا كملنا اخر سيونس معنا في تي ار اكس اللي ركزنا فيها على لي جامب، لي كوادريسيبس، لي ديسكيو جامبيي، فيسيي وشويه لي مولي، وبيان سور لي زابدو زاد يخدموا في اي اكزرسيس نخدموه. ان شاء الله تكون عجبتكم الخدمه، واهم حاجه ان شاء الله تكونوا استفدتوا. على لا بروشين، نهاركم زين نسكل. ميرسي لي سبورتيف، يعطيكم الصحة. نشوفوا تويك الفقرة الخاصة بزميلتنا منيا الحرزي، رحلة معتمر. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم معينينا. معينينا. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. احنا اليوم كيما تراو قدام مول القارات، المول اللي جاوه المعتمرين نتاع ليبرتا وجابتهم الحافلات اللي تابعه لشركه ليبرتا فواياج. تهنينا على المعتمرين وين دخلوا باش يحوسوا باش يشوفوا الهدايا اللي باش يشريوها لاقاربهم، واحنا باش نخلطوا عليهم باش نشوفوا المول هذايا كيفاش، شنو اللي فيه، شنو اللي متوفر، وباش تفهموا وقتها علاش ليبرتا فواياج تنصحكم بالمول هذا.
احنا توا متواجدين في وسط المول، مول القارات، المول الكبير هذا المتواجد فيه جميع انواع المنتوجات اللي يستحقها المعتمر نتاعنا، معتمر ليبرتا فواياج. وليبرتا فواياج وفرت الحافلات مخصوص باش تجيب المعتمرين نتاعها لهنا، وكما كنتوا تراو المعتمرين يدوروا ويحوسوا شيخين يختاروا في الهدايا على حسب اذواقهم لذويهم واحبابهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مجمع القارات نشكر شركة ليبرتا على حضورهم إلى مجمع القارات وتغطيتهم للمجمع، ونحرص على تلبية جميع احتياجات الحجاج التونسيين وغيرهم. للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم معينينا. هذه كانت رحلة معتمر إمضاء ليبرتا فواياج. احنا تويكا باش نحكي وكما قلت لكم في أول إميسيون على العظة المقلوبة ولا إنعكاس العظة، هذاك علاش معانا الدكتورة عايدة شعيب محجوب مختصة في تقويم الأسنان والفكين. صباح الخير مدام. صباح الخير. شنو أحوالك؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله. كنا قاعدين حايرين شنو هو العظة المقلوبة، شنو هو الحكاية؟ دونك أنت باش تفسر لنا بعد شوية قبل نرجع بحذا للشيف. مرحبا بك فاطمه، مرحبا بكم مشاهدينا. رجعنا مع بعضنا باش نكملوا هالمشوار اللي تو باش نبدوه. ديجا باش نبدو ناخذوا الوصفات بدقه. اول حاجه مع شيف فتحي الشواشي. يعيشك يا ايوب، انا هنيه باش نبدا نخلط الباتا بسكوي بتاعي اللي هي الباز نتاع البسكوي هذايا غولي. نحط الزبده ونحط السكر المحور كما تشوف فيا، ديما هو الاولى اللي نخدمهم، نحط معاه ثلاثه باكويت سكر فاني، خاطر العظم باش ناخذ اصفر اكثر من اللي كعب كامل، معناها كعبه اصفر وكعبه عظمه كامله، ديما ماذا بيا مطعم الفاني يبدا برونونسي، هذوما نخدمهم مليح مليح حتى لين يذوبوا. ديما نقول لكم انا معناها الخليط نتاعي نحبه يرطاب، رغم اللي هو السكر محور، لكن وقت اللي يرطاب ويتركض مليح يعطي في الخدمة ما يفيضش. نحط شوية ملح حتى يطلع العظم متاعي ديجا، هذو ما نخلطهم حتى لين يرطابوا كيما الكريمة يوليو، رغم اللي هو سكر محور لكن يلزم يرطاب مع الخلطة متاعي، خاطر كيف تبدأ الخلطة حرشة راهو ديما العجينة تجي فايضة ومترشقة، التخليط هو اللي يخليها ما ترشقش وما تفيدش. ألوغ أنا كما نخلط هذوما بالقدا بالقدا، نزيدهم أما مغرفتين حليب ولا مغرفتين كريمة، أنا خيرت نزيدهم مغرفتين كريمة ليكيد، نخلطهم بالقدا 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 حتى لين يذوب الكل بالقدا، ومن بعد نرجعوا نخلطوا البقية مع بعضنا ونوريكم التكنيك كيفاش تعملوها البسكوي هذايا اللي يطيب بالمعجون نتاعو في الكوشة. يعطيك الصحة شيف فتحية، أكيد باش تكون وصفة سهلة ومش متكلفة إن شاء الله. كان نحي منها اللوز. فاكولتاتيف اللوز. ما تقولش فيها اللوز. اللوز فاكولتاتيف. ديما اختياري. اختياري. يعطيك الصحة شيف فتحية. احنا السادة المشاهدين مع هذيا باش نقدموا اليوم وصفة زمنية بالقدا بالقدا المثاومة بالكرشة. برشا ما يعرفوش يطيبوا لي زبا هذوما. دونك باش نشوفوا مع بعضنا اليوم خاصة تنظيفهم فيه سر. دونك باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نظفت اختنا فاتن الكرشه تحكي لنا هي، وكيفاش باش نفوحوها ونعملوا المثاومه نتاع الكرشه هذه. الوغ الكرشه كي نشريوها نشلوها مليح مليح ساعه تحت السباله، ومن بعد نقصوها تروف كبار ونحطوا كسرونه بالماء تغلي. باه. نغطسوا الطرف اللي نغطسوه ديريكت هذاك نقرقشوه، ما نغطسوش كل مع بعضه خاطر كان تشد من بعد تبرد تبرد الطرف ما عادش تنضعف، لازم يتغطس بالطرف يتقرقش بالقدا، ومن بعد تغطس الطرف الاخر اللي هما كبار الساعه
باش من بعد تشللهم مليح ونغطسوه في شويه ماء وخل كما قلت لي قبيله باش أيوة. نحى منهم الكريحه المزفره الكريحه الزفره وبعد تشللهم مليح مليح وتحطهم في الطنجره باش تطيبهم وقتها تقصهم او مغسول الكبر اللي انت تحب عليه كما انا توا قصيتهم هكايا مهم برشا رنخها في الماء والخل راهي حاجه مهمه الخل ديجا يقتل لي ميكروب ثاني حاجه ينحك الريحه الزفره بتاع حاجه الزفره وتبدا هكا كلها بيضه نظيفه مزيانه نحطوها في الطنجره نصبوا عليها زيت زيان نصبوا الزيت فوق الكرشه ونحطوا البصل المثومه راهي تقبل برشا بصل كيما المرمز تاعها كيما المرمز اما توريت الكونتيتي هذه مش نحطها الكل باش نحط شطر الكونتيتي الطيب مع الكرشه ومن بعد في الاخر قبل ما نطفي وقت يجي باش نحط الفلفل وكعبات طماطم وروس بصل صحاح وقتها نكمل نحط بقيه البصل هذا باش يقعد حي يلزمو حي حي في وسطها اما باش تطيب من الاول الكرشه نحطوا لها الساعه البارتي ديك نتاع البصل اون بون بارتي معناها نقصوا البصل هكايا بالطريقه جوانح كيما نتاع المرمز وحطيت الثوم وباش نزيد نخلي الثوم في الاخر خاطر هي بنتها ثوم وفي الاخر نحطوا لها كيتا خل باهي برشا دونك حطيت الثوم والبصل توا باش نفوح الفاحه يجي ملح وفلفل اكحل هذا سر المثاومة. مثاومة وتابل. أنا ذقتها مرة الحقيقة عجبتني بنينة. بنينة ما هيش موجودة إحنا في مثلا في عاداتنا في الجنوب ما نعملوها. ما تعملوهاش. نعملو الشمنكة نعملو حاجات هيك أما المثاومة الحقيقة ما نعملوهاش برشا عجبتني بالحق أنا نستدعيكم سادة مشاهدين الكل مش تاكلوا معنا بيان سور ما يهزكمش الاستوديو أما نستدعيكم أنكم تطيبوا هالوصفة هذه وتجربوها ما هيش متكلفة الكرشة نظفوها بالكدا بالكدا بالطريقة اللي قلت لكم عليها وقتنا فاتن وأكيد باش تشفوا بلا ياسر بنين وياسر مزيان مع التابل ولا الفلفل الأكحل والملح نزيدوا نحط شوية كركم خاطر هي تجي لي حمرة شوية مسازة على تبدا شوية كركم حليت مغرفة نتاع ماكلة بالكدا حليتها في الملح في الملح في الماء يا ربي مغرفة صايمة اليوم في الماء وباش نحط معاها هريسة عربي كل حد هذاك قد ما يحب الهريسة مغرفة كبيرة اشترى مغرفة هاي عرفتك باش تكمل تحط بقية الصحفة خلي ياكلوا يحبوا الحال عرفتك خلي ياكل كل هاك علاش عملتي انت مغرفه الدوزه صحيحه خليتك باش تكمل الباقي هاكا توا نخليوها دوب ما هكا تشتش شويه معناها تتقلى شويه هكا في بعضها باش يدخل لك الثوم والبصل والفاح في بعضه مع الكرشه وباش نمرقوها ونخليوها تطيب ومن بعد نوريكم ليتاب الاخرانيه كيفاش باش نكملوا البصل والثوم وكل في الاخر المغير كيفاش نطيبوها في كوكوت النجمو زاده هي بيان سور هي لو موند دو ديفين تنقولوا لهم يجيبوا لنا كوكوت نطيبوا فيها الحاجات اللي تاخذ وقت في الطياب دونك احسن لها نطيبوها في الكوكوت وتجي خارقه للعاده هي ما يلزمهاش تطيب حتى تولي شوالق راه تولي ثم عبد معناها ما يلزمهاش تطيب لا مش اكثر من لازم مش اكثر من لازم تطيب معناها طايبه مي مش كل المحسيه المحسيه تبدا ما عادش بنينه راهي بالضبط الكرشه كي تطيب برشا دونك هذه المثاومه نتاع الكرشه الفاحات نتاعها كيفاش مابقى الا بعد ما تتقلى نمرقوها نغطيوها على النار هاديه تطيب سله سله اللي تطيب الكرشه نتاعنا بالكدا بالكدا في اخر الكويسون نتاعها باش نحطوا لها البصل والثوم وفي الاخر خلاص نزيدوها قرين فلفل ونكيتا خل دونك هذه المثاومه باش نرجعوا مع بعضنا بعد شويه نبدو نحضروا السلطه اللي بالخضره المشويه وباش نكملوا نشوفوا مع شيف فتحيه البسكوي هذايا اللي اخترته اليوم باش يكون بسكوي غولي باش يطيب في وسط الكوشه بنكهه الفراز وفيه الزلوز او اللوز الزلوز هذايا باللهجه الصفاقسيه وبلهجتنا احنا حتى في الجنوب نقولوا زلوز انا باش نرجع بحذا البنات وهني نستنى فيكم ما تبعدوش دقيقة أخرى أيوب تولي المثاوبة بحذاك مش مثاوبة صدقني لا احنا الله وصل على النبي على خير احنا نحضر في المثاومة وأنت في المثاوبة وأنا المثاوبة والله دونك نرجعوا نحكي مع دكتورة عايدة شعيب محجوبة اللي هي مختصة في تقويم الأسنان والفكين قلنا نحكيوا على العظة المقلوبة ولا انعكاس العظة اللي هو شلون؟ نحط الموضوع في اطار دونك ساعه نعرف شنو هي النورم فيزيولوجيك نتاع العظه دونك العظه كي تبدا صحيحه يكون الفك العلوي مقدم على الفك السفلي بزوج درجات فوالا والاسنان الاماميه العليا تكون مقدمه على الاسنان السفليه الاماميه ما اكثرش من 2 ملم دونك اذا اكثر من 2 ملم دخلنا هنا الفك تولي كلاس 2 معناتها الصنف الثاني يعني هنا الاسنان تولي عرضه اكثر للانكسار وقت اللي الصغير يتيح
نحن دبشة اليوم بالصنف الثالث اللي هو انعكاس العضلة. وقت ايش يصير؟ وقت اللي عندنا الفك نمو الفك السفلي يكون هو المتقدم على الفك العلوي والاسنان الاماميه السفليه هي تكون متقدمه على الاسنان الاماميه العلويه. دونك هذا يعطي انعكاس العضلة اللي نجموا نلاحظوها فريمون من عمر 5 سنين، وبشوي بشوي قد ما يكبر الصغير قد ما تكون باينه اكثر للعيان. هذه الاسباب نتاعها شنو؟ نجم يكون هيريديتير؟ اكزاكتومون، برشا اسباب، مي اهمهم نجم يكون وراثي، يعني حد من الاب ولا الام عندها انعكاس العضله هذه. دونك الصغير عنده فورت بروبابيليتي انه يكون عنده الصنف الثالث لانعكاس العضله. نجم يكون دون لي كادر دو سندروم، معناتها فما لي سندروم تاع البيك دو ليفر ولا الفونت فيلو بالاتين، هذوكم زاد عندهم معناتها نقص في نمو الفك العلوي وبالتالي توليت الفك السفلي يقدم. بعد فما اسباب فونكسيونيل سورتو. دونك شنو عندنا احنا في الفم؟ عندنا لسان. دونك اللسان كي يبدا معناتها الي با سيتوي والا مقدم، ولا يبدا معناتها البوزيشن تاع اللسان تكون مقدمه ويكون هو لوطا، هذاك يدز على الفك السفلي ويخليه يقدم. فهمتك. هذه حاجه فوالا. ونجم يكون زاد نرجع ديما للسان، الاشكال نتاع اللسان لو فران انغوال يكون قصير. كيبدا قصير يخلي اللسان معناتها مكبش مشدود اللوطا، وباش يدز على الفك السفلي ويتسبب في التقديم نتاعو. فما زاد لي زاميغدال زاد كيبداو اللحمات كبيره يدزوا هما زاد على الباز دو لا لونغ، واللسان يولي هو يتسبب في تقديم الفك السفلي. فهمتك. دونك الرضاعه ما عندهاش دخل البيبرو ينجم وفات هذاك من العمر الاصغر جوستومون، وقت اللي لا بوزيسيون تاع الرضاعه ان لازمها تكون معناتها اوختوستاتيك، تحط البيبي هكايا تشدو ما تخليش ميل برشا لتالي. دونك هذاك زاد ينجم يكون سبب هذاك معناها من الصغرى، لكن توا نحكي اكبر شويه في العمر 4-5 سنين. فما زاد لي زاميغدال اللي في الخشم، لي فيجيتاسيون اللحمات اللي في الخشم ينجموا ياثروا زاد على نمو الفك العلوي، خاطر هو شنو العضله المقلوبه هذه؟ هي نقص في نمو الفك العلوي والفك السفلي يلقى راحته يقدم. فوالا. دونك اذا فما دي فيجيتاسيون نازال يولي الصغير ما يتنفسش مليح بخشمه، دونك لي سينوس لهنا معناتها الهواء ما يدورش مليح في الماسيف فاسيال، دونك هذا ينجم ياثر زاد على ضيق الفك العلوي وتوخيره معناتها. فما زاد الاسباب اللي هي تكون موضعيه، يعني راجعه للاسنان وللفم. اذا فما معناتها اسنان ناقصه في الفك العلوي اللي نسميهم احنا ديزاجينيزي، دونك السنه تبدا ناقصه تسبب في توخيره الفك العلوي، وهذايا معناتها معناتها كيما نقولوا احنا لوس ايل ني ايل مور افيك لا دون، اذا ما فماش سنه دونك الفك باش يقعد صغير وموخر. وفما ليتيك اللي هما لي باغا بالضبط اللي هو ديزابيتود يعملوا العباد يخلي فمه هكا المقدم. اكزاكتومون، يا ما رضعت معناتها سيسيون دو دوا سيسيون دان ستيلو، ساعات تلقى صغيرات ستيلو كله مقرمش الطابويت ما فماش، دونك يقدم برشا على ستيلويت، دونك يتسبب في تقديم تسفل الفك السفلي وينجم حتى ميلان الفك. فهمتني؟ فما اللي ياكل ظوافر هذوما لي زابيتود الكل ينجموا معناتها بشويه بشويه يعطيو دي فورس اللي يتسببوا في تقديم الفك السفلي. اي وساعات نلقاو معناتها تداخل في الاسباب هذه كلها، يعني تلقى الاسباب العامه واسباب موضعيه. فهمتك. وهذا بيان سور كيف نقولوا هكا معناتها فما برشا مشاكل تنجر عليها، مثلا الماكله تتمرضش بالكدا، انعكاسات تقعد غلط بالضبط. دونك انعكاسات تنجم هنا تكون تو دابور على اهم وظيفه للاسنان شنو هي؟ ما هو المضغ وقضم وقضم الاكل بطريقه صحيحه، دونك هذه باش يتاثر ديريكتومون. ينجم زاده فما معناتها انعكاسات على المفاصل، على سورتو نحكيو على المدى المتوسط والطويل، يعني بعد بمده مش كيما 4-5 سنين، مش كيما بيجيك سيزون، يعني الانعكاسات باش تكون ظاهره اكثر. دونك نجم ياثر على المفاصل بالالتهابات والا والفما دي كلاكمون دي كراكمون دي دولور في لي ارتيكولاسيون. فما انعكاسات زاد على صحه الاسنان واللثه، يعني بشويه بشويه اللثه باش تهرب، فما مع تتعري للاسنان ولي فورس بيسك ماهم سيت اون اوكلوزيون كي ديسفونكسيونيل، معناتها فما دي فورس اكسيسيف اكثر من اللازم، دونك بشويه بشويه السنين زاد تنجم تولي تدردع وتوصل تطيح معناتها. وانعكاسات زاد معناتها على الصحه العامه وحتى على معناتها استقام استيتيكمون على استقامه العمود الفقري زاد بشويه بشويه. وي خاطر هما سي دي فورس فيبل، بشويه بشويه ينجم ياثر معناتها على الرقبه الرقبه، خاطر احنا لي موسكل نتاع لا لونغ ونتاع معناتها الرقبه مشدودين في بعضهم، دونك على طول نحكي على طويل ينجم ياثر على الاستقامه وعلى الصحه النفسيه كما قلت صافي. معناتها الصغيرات معناتها ما يرحموش في بعضهم اكزاكتومون، صورته لذاته وصورته في المجتمع بشويه بشويه. احنا في الاورثودونسي معناتها اون كاليفي لي بروفيل هذوما كبروفيل انستيتيك، علاش؟ خاطر احنا اون اتوندونس بلوتو لي بروفيل كونفكس المدورين اللي بومبي، دونك في البروفيل هذايا اللي عنده معناتها الفك السفلي مقدم باش تلقى البروفيل لي بلا،
لي بوميت باش تلقاهم معناتها افاسي فوالا لي سيون هذوما لو مونتون يبدا اون افون ساعات اذا معاه معناتها ضيق في التنفس والكل باش تلقى لي زيو سيغني حيت دونك هذا الكوليكا فما سوفرونس كيلكو بار امراض في المعده لخاطر المعده تهبط ماهيش مهضومه ماهيش مهضومه ماهيش ممضوغه مليح دونك هذا تنجيوه في الـ في الـ في العلاج معناتها بريفينير نشوف البنات مرحبا بك دكتور عايشك مرحبا هوني ديجا معناتها حكينا على الحاجات معناتها كيفاش العضه هذايا هوني العلاج نتاعها شنو معناتها فما دواء ولا اوبيرا Exactement. C'est très important. Les العلاج alors هو كيما نقولوا سا ديبون العمر يعني ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج ديما قد ما صغير نكتشفوا المشكل هذايا قد ما يكون اسهل وخير لانترفونسيون دونك هنا نبداو بالوقايه وبالانترسيبسيون البريفونسيون تكون كيما كنت نحكي نرجع للاسباب نهتموا برشا احنا كاخصائي تقويم اسنان على لي فونكسيون الوظائف اهم حاجه هي وظيفه التنفس لازمها تكون معناتها صحيحه دونك اذا فما لحمات لازم يتنحاو باش التنفس الصغير واللي يتعلم تنفس بخشمه مش فمو برشا تلقاهم فمو محلول وما يستعملش خشمه بالكل. اي اون انسيست بيان على معناتها بعد ما تنحى اللحمات على انه يكون الصغير عنده اكتيفيتي سبورتيف معناتها ريغوليير باش يصير تقويم للتنفس. دونك هذه حاجه. بعديك عندنا لا فونكسيون دو ديغلوتيسيون يعني طريقه بلع الريق. كما كنت نقول قبيله اللسان يكون با سيتوي وان افون هذاك غلط. يلزم اللسان يكون الفوق والتالي. دونك اذا الفرام معناتها الشكيل مشدود لازم يتنحى واحنا معناتها في الاورثودونسي عندنا دي زاباغياج كيما نقولوا احنا لونفلوب لانغوال نوكتورن يلبسها في الليل باش تحصل اللسان الفوق والتالي والا فما زاد دي زيدوكاتور فونكسيونيل اللي حاجات اون سيليكون ميديكال مقبولين عند الصغيرات في عمر 5 سنين 6 سنين دونك فريمون ونراقبوهم بطبيعه في نمو الاسنان ونمو الفكين دونك هذايا في العمر الصغير من بعد اكبر شويه في لاج دو 9-12 ans هنا سي تري امبورطون علاش خاطر عندنا بوتونسيال دو كروسونس يعني فما امكانيه نمو دونك احنا قلنا مشكله العضه المنعكسه هي جايه من نقص في نمو الفكر العلوي بعد ما نحينا هكا اللحمات ولا الليسيولوجي نحينا السبب باش تعداو للاباغياج لهنا دونك باش نستغلوا امكانيه وجود النمو للصغير اون فاجيغ باغ ان اباغياج اللي هو يتسمى الماسك فاسيال دونك احنا باش نستعملوا ان ماسك اللي باش يكون فيه دو بارتي بارتي تكون موجوده كما في التصويره فموي يعني بارتي الداخل في وسط الفم شاده في الزروس وفيها ديك خوشي القدام والماسك فاسيال هو يتنحى ويرجع الماسك هذا دونك باش يلبسوا مده 12 ساعه في اليوم دونك فما لاستيك باش تحط ما بين البارتي الداخلانيه والبارتي الموجوده لبرا في الماسك ماسك فيه دو ابوي ان ابوي فرونتال ان ابوي مونتوني علاش الابوي هذا دونك مونتوني باش ينقص باش يقلل معناتها امكانيه نمو الفك السفلي وباش نعملوا تراكسيون على الفك العلوي ونجبدوه القدام وهذا فريمون سي تري امبورطون خاطر نجموا لهنا بتريتمون اورثوبيديك هذا نعوضوا العمليه نهار اخر يعني فوق لاج دو سيزون سي ما عادش نجم تستغل ما عادش فما بوتونسيال دو كروسونس سي صار البلوغ دونك اون بو با اجير باغ تي تريتمون لا دونك سي تري امبورتون انه الصغير يجينا في العمر هذاك فوالا ما يفوتش 12 سنه بالنسبه للبنات ما يفوتوش 14 سنه بالنسبه للاولاد ديجا دكتوره انت تحكي على العمر وانا حبيت نسالك ديجا على العمر من وقتاش نبداو نخمو باش نعملوا الماسك فاسيال لصغارنا سورتو تعرف كي يبداو صغار في اج ان بو ديليكات يجم يبربش يجم يخليش تجم تقلقوا اكزاكتومون الماسك هو ليديال ان احنا ناخذوه في لاج دو 9 ans اذا جانا قبل بطبيعه مانيش باش نقولوا له باي باي لازم بالعكس اون فا كومونسي par intercepter, par prévenir, qui me compte en cours à l'ahmet ou le hajit qu'on met ça dans le cadre de l'anaxa. Les kinésiens à l'âge de 9 ans, c'est l'idéal, mais je n'aime le traitement orthopédique. Et là, on est noyé ou l'oublié. Rahou, ça a été très bien, je m'en sors tout. Le parent, on est roi, bichi, maintenant il va faire gagner une chance, le zirou, nous y est, non, mais tu as eu de salah le mouchkoli, on doit me rire, mais qu'on maintenant c'est à quoi l'amalie en bat. Donc, c'est important, nous, le parent, c'est d'aller qu'on applique, oui, il va motiver, ta coopération et motivation تاع المريض مهمه ياسر خاطر الماسك هذا باش تلبسها 12 ساعه في اليوم ومده 6-9 اشهر اللي هي تسمى مده ماهيش طويله برشا بارابور ان تريتمون بلو كومبليكي بلو تاغ على المشاكل اللي تصير اذا كان ما صلحش الفك نتاعو اكزاكتومون خاطر بعد السيزون باش تولي معناتها صعيب وصلنا للسيزون تو 14-16 معناتها كيفاش الحل العمليه Alors à 16 ans, bon, on a besoin de chauffer, de bien, de les radios, on va faire un diagnostic précis. Mais dès qu'on est plus tard, comment est-ce que l'arthrose, mon axe, compliqué, accès ou l'aide, nous devons être même plus. وقتها justement, la ligne de soins est une seule, nous ne pouvons pas nous occuper, nous devons traiter la gérache. دونك مع الماكسيلوفاسيال ومن بعد فينيسيون بالتقويم دونك مده العلاج تولي تقريبا 3 سنين كان مش اكثر فهمت وفما انترفونسيون شيرجيكال في لاج دو 18 ان ابوبخي
اللي هي وين معناها تهم الوغ هنا شو السبب اذا الفك السفلي هو اللي مقدم دونك العمليه باش تهم الفك السفلي واذا الاكثريه تلقى الفك العلوي هو اللي مؤخر كيف كيف يتجبد يعني يتكسر العظم ويتجبد القدام سي لو شيرجان معناتها خدمتك فوالا اما اكل اللي ما عملناهش بالماسك باش تعمل يعني بالشيرجي باش تجبد فمك ما تعملش ولا تسمع يعني لي كونسيكونس تاعو لي كونسيكونس باش تكون لا شيرجي الاوبيراسيون ياسر صعيبه بالضبط وي وي سي ان تريتمون كي كومبليكي دونك بور ايفيتي معناتها انه نوصلوا للدرجه هذيا ما احسنش من الكشف المبكر تبدا ايريديتير الحكي دونك يعرفوها اللي موجوده في العائله يعطيك الصحه اي اي وساعات ما يفيقوش بها بشويه بشويه تظهر لهم من بعد كي يكبر شويه كي يكبر شويه صغير معناتها في لاج دو 14 اون اون اسبير انه معناتها ما يفوتوش او موان لي 14 اون بور بينيفيسي دو سو تريتمون اورتوبيديك اللي هو فريمون باش يعطينا معناتها نتيجه انسجام في نمو الفكين ومعناتها ريزولتا كي بلو غارونتي اون ستابيليتي اكبر في في التريتمون معناها بعد ال 14 ولا 16 يذولي ما فماش حل بالزاباري هذوما اذا الحاله تستحق عمليه والديكالاج كبير راهو ما فماش منها هروب ميرسي بوكو دكتوره عايده شعيب محجوب مختصه في تقويم الاسنان والفكين نرجع بعد على شيف يعطيك صحة فاطمة يعطيكم صحة سادة المشاهدين ما زلتوا تتابعوا في برنامج الماتينال الشيف فتحية بعد ما خليناها ركضت العظم مع الزبدة مع السكر دونك توا جينا باش نخلطوا الحاجات الشايحه مع بعض عندي بارونتيز قبل ما نخلط حتى شيء راهو الخلطه هذه اللي باش نعملها اليوم راهو نجمو نقسموها شطاره بين زيت وزبده بالخاص توا زيت زيان البيو عنده لو موا دو كومباني وي اي فيها زيت 7500 لتر او بروموسيون كبيره معناها خارقه للعاده وتنجموا راهو تعملوا البسكوي هذا تقسموا بين زبده وزيت وتجي روعه المطعم خارقه للعاده نكهه خارقه للعاده خاصه زيت الزيتونه مع الفريز يعطي نكهه حاجه ممتازه يعطيك صحه شيف ذكرتني نعلم على البروموسيون هذه يعطيك صحه ذكرتني دونك زيت زيتونه زيان وشركه شمليلي دونك سوسيتي شمليلي عاملين بروموسيون كبيره برشا في زيت زيتونه جديد نتاع سنه لتر ب 7500 ميزه زيت زيتونه زيان كونه كيف ما نقولوا ديما معصور على البارد محافظ على قيمته الغذائيه زائد قيمته الحمائيه باش يحمينا الشرايين نتاعنا وغيره وهذا يفهموها اكثر لي بيولوجيست بريسي افخوا بريسي افخوا سيرتو بريسي افخوا يحافظ على نكهته العاليه بالكدا بالكدا خاصيته زاده ما فيه شكل مراره القويه برشا دونك بنين برشا سواء في السلايط ولا في الحاجات الطايبه اللي يحب يشري زيت زيتونه زيان يمشي انا نقول لكم توا باش نعلن على بوانت فونت اللي هي بني غلان النصر يلقى فيها زيت زيتونه زيان والا يمشي زاده المعصره الميلادي في جرجيس الموجوده في طريق شماخ من المواسه وانت طالع الشماخ دونك غاديك تلقاو معصره الميلادي اللي هي فيها زيت زيتونه زيان وان شاء الله نجيب لكم نيميرو التليفون هكا تولوا حتى من داركم تكلموا زيت زيتونه زيان وهما يبعثوا لكم بار بار بوست دي كولي يبعثوهم لكم واصلين لدياركم ان شاء الله هذه الحكايه بيانتو نوعدكم بها المهم توا حطوا في بالكم لكونه زيت زيتونه زيان ب 7500 هكاهو وخاصه كما قلت لكم زيت السناء ان شاء الله يا ربي ديما شيخين وفرحين انا نحب نكمل مع اختنا فاتن اللي ديجا حطينا معها الكرشه قاعده تطيب المثاومه لكن قبل ما نعطيها الكلمه نحب نشوفوا هالبسكوي وين وصل البسكوي هذايا كما قلت لكم انا رطبت الغليط نتاعي توا نتبعوا بالفرينه سبيسيال جاتو ورده وانت تعرف فرينه سبيسيال جاتو هي اللي نخدم بها الحلويات نتاعي الكل هوني حطيت 350 غرام فرينه وبحذايا باكل فرينه يلزم نتبعها حتى لين تولي بات متناسقه اللي نجم نحلها فوق ان بلون ترافاي هذاك علاش نخلطها هكا بالسباتول والا بيديكم اللي يحب يخلط بيده راهو ماهوش مشكله انا نخير ديما نخلط نحسها بالسباتول ديما نحسها العجينه الو نخلطها هكا حتى تولي بات ملمومه كامله ما تعركوش ديما خلطوا تخليط ما تفاصو ما تعركش حاجه هكا ما فيهاش علك ما فيهاش عركان والفرينه سبيسيال ورده هي اللي تزيدها الشاشه في كل الحالات الوغ هوني عجينتي تلم تشوف فيها كيفاش ماهيش لاصقه في المول بتاعي خليها ترتاح رشها بشويه فرينه اخرى خليها ترتاح ومن بعد باش نخلط لها الفريز مع شويه لوز ونوريكم كيفاش لهوتوها مع بعض
يعطيك الصحة أختنا فتحية على هالوصفة المميزة متاع البسكوي، سهلة برشا، مكوناتها بسيطة كيف ما قلنا، فقط ركز في الديتاي كيفاش تخدمها. بالنسبة للمثاومة ريحتها تغشي، بصلي على النبي، ريحتها فوحة بالقدا بالقدا. توا نخليوها احنا تطيب وباش نبدو نحضروا السلايطة متاعنا اللي هي قطرت اليوم باش نعملها بالخضرة المشوية. كيفاش؟ حطيت قصيت البتنجالة كما العادة وحطيتها في الماء والملح باش تسيبك الكحولية متاعها المرارة متاعها وشللتها ونشفتها نشفتها بالبابي من الماء الزايد متاعها من الماء متاعها الزايد الكل وقصيت القراع الأخضر أون غونديل وقصيت الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر وخذيت زيت زيتونة حطيت فيه زيت الزيان احنا الزيان. طبعا توقته زيت الزيان بيان سور ما نستغناوش عليه في كل شيء خاطر بنين برشا حكيت عليه ثوم مرحي في وسط الزيت وحطيت معاه شوية فلفل زينة حلوة هاي وركزتهم مليح وخليتك الثوم يتحل في الزيت المطعم نتاعو يتحل في الزيت نخليه انا شوي ركحته بالثوم شوي ركحته بالثوم وخذيت البانسو ودهنت الخضره اللي وريتكم هذيا اللي قصيتها اللي هي البتنجله والقرع والفلفل الاحمر والاخضر وتوا باش نحطهم في الفور يتشوي به فكره باهيه برشا خير من اللي مقليين صحيين اكثر ولا اللفاح اللي عملته اكيد باش اعطيهم بنه ممتازه بعد ما تطيب الخضره نتاعنا احنا باش نخليوها تبرد شويه في ذات الوقت باش نطيبوا المكرونه الفرفال اللي هي من عند ورده اللي باش تكون السيبور اللي باش يهز الخضره هذه الكل في وسط السلطه نرجع لكم ميرسي بوكو لشيف يعطيكم الصحه احنا طبيكا باش نحكيوا فن البنات باش نحكيوا مع ممثله نحبوها برشا تربينا معها واحنا صغار مش معناها هي كبيره لا هي بدات صغيره دونك معنا ريم عبرو شنو حوالك لاباس الحمد لله الحمد لله عايشك الحمد لله ريم عبرو يقول قايل وينك على برشا ما شفناكش بون انت قلت لي بكري مثلت عامله في فيلم مسلسل في الوطنيه اي في سلسله زنقه الباش اي الحق ما تفرشش فيها ذاك علاش انا ما شفتكش دونك انا بالنسبه لي انا عندي برشا ما شفتكش اي هو الحقيقه معناها ما ظهرت كان عامله عندي مده غايبه شويه هكا غايبه على التلفزه اما في المسرح موجوده وي. اذاعه موجوده في دوبلاج موجوده الحمد لله لاباس في الدوبلاج دوبلاج في المسلسلات اللي ترجم فيهم من اسمها اي اي شنو شخصيه تعاد باش نعرف فضيله بيدها فضيله بيدها اي اي فضيله شخصيا دونك معنا فضيله دونك العباد اللي متشمده تحب تعطي ريحه ولا حاجه هاي موجوده بعد دونك مسرحيه نفس احنا النفس اللي هي النفس النفس باهي مسرحيه النفس هذه نحبوا نعملوا برومو احنا خاطرين ان شاء الله بعد غدا لو 5 ان شاء الله باش تكون موجوده معنا العرض نتاعها الاولاني باش قدام الجمهور معناها الثاني اي الثاني هذا لا بون بروميير ديما للصحافيين لا تعمد الحمد لله كان المسرح مليان الحمد لله نقزناها معناها خاطر احنا يسكن خايفين العمل الكبير يحكي على سجينات الحبس كل واحده وشنو هي جريمتها وكل وخذاو واحكام كبيره من 200 سنه للمؤبد يا لطيف اي اللي بعد على بعضهم هم 200 والمؤبد لا ما هو قانونا تختلف خاطر المؤبد يقعد غادي ما يخرجش واللي ثم المؤبد يعملوا له معناها وال 200 سنه ممكن يخفضوا له ما علينا مش هذا الـ الاشكال اللي حبينا نطرحوه كونه في 2011 جاء عفو عفوا بمناسبة عيد الأسرة احنا ما عندناش عيد الأسرة أما في المسرح كل شيء مجاز باش نقولوا اللي عفوا وكهو يعني جاتهم فرصة أنهم يخرجوا البرة ما حبوش حبوش يخرجوا شو يقولوا لنا علاش؟ أي في المسرحية أي الكل الجانب النفسي يعني فهمت نهاية نقولوا للناس شكون اللي مثل فيها النص الإخراج نص الكاتب المبدع العزيز الفنان الطاهر الرضواني انا نحب كتاباته برشا والاخراج للفنانه القديره دليله مفتاحي اي تحيه لها اي تحيه لدليله على الركح مدام ليلى الرزقي الفنانه ليلى طرابلسي المصمودي الفنان كمال الكعبي والفنانه عبير السميدي وريم عبروك وي اللي هي محلاها معناتها مجموعه متكامله تحس بنفس الجو اي برشا نفس الجو اي احنا
تقريبا مع تحوير بسيط نزيدنا كمال وعبيرة. ما احنا نفس الفريق نتاع سبع صبايا في قصبية اخراج دليل مفتاحي واللي عملت نجاح كبير برشا. الحمد لله ان شاء الله هذه زادة يكون عندها نفس الصدى. مرحبا بك ريما في الماتينال. هوني انا عجبني الاسم انفس، معناتها هوني قداش مهم. نعرف المسرحيه تحكي على المراه وبتدخل في الايام هذوما خاطر فما 16 يوم ضد العنف على المراه ويقعد هذا في الاطار معناتها باش نحكيو شويه على المراه. قداش المسرح مهم باش يوصل ان ميساج للعباد هذوما سورتو اللي ما نسمعوش عليهم وما نسمعوش معاناتهم ما نسمعوش صوتهم. عباد يتحطوا في السجن وتنقطع الاخبار نتاعهم ونفسيتهم. معناتها هوني انتم في المسرحيه شنو لو ميساج اللي تحبوا توصلوه للناس من المعاناه اللي تعاني فيها المراه هذه؟ معناتها هو احنا جينيرالمون موضوع المراه تناولوه تقريبا استهلك معناها في المسرح في التلفزه في السينما برشا برشا عالجوه برشا اي، اما الجانب النفسي قليل اللي يحكي عليه. النفس تمس برشا الجانب النفسي للمراه بشكل عام، بدليل انه احنا ما عندناش الشخصيات ما عندهاش اسماء، ما نطقاش اسمها فلانه ولا نوامر. ترتبط بالنمر اللي تسجنت به. اللي تسجنت به حتى تنسى اسمها. حتى تقول المده طوالت. تلمون المده طوالت، تلمون تقول لها اخرج هيك عفو وتقول لها انا اسمي 814. حفظته لي ولصقني. ما نحبش نخرج. علاش خارجة؟ مانيش خارجة. ليش نوا خارجة؟ للمجتمع اللي باش يرفضها، حافظ النص تحسني بالضبط حافظ النص تساوي. فضلك عليك باش نعطيك الكلمة هذاك على جوي. كمل خويا في الربطان فاطمة رملوم هنا. أنا ساعة قبل كل شيء سعيدة اللي أنت موجودة معنا، فرحت على الأخر كي شفتك. أنا بيدي ما تفرجتش في زنقة الباشا دونك دوكو عندي برشا ما ليتكش، وأنت غياب قبل زنقة الباشا ديجا فما جديدة غايبة على التلفزة مش على التلفزة. لهنا حبيت نحكي ورمروم على الايام قرطاج المسرحيه اللي تتزامن مع تهبيتكم للمسرحيه ونزول المسرحيه نتاعكم في قاعات العرض. علاش ما قدمتوش المسرحيه؟ علاش ما خممتوش تدخلوا بها الكومبيتيسيون؟ يعني سورتو اخراج ونص نتاع زوز فنانين كبار، وكيف كيف لما تمثيل يعني لما نتاع ممثلين ومبدعين كيفكم انتم، علاش ما خممتوش؟ والا خلطتوا مخر والا مش غايتكم توا تدخلوا بها في مسابقه في ايام قرطاج المسرحيه؟ اولا انا ساعه قبل هذا احنا نخدموا فيها في اطار الفرقه البلديه، فرقه مدينه تونس للمسرح، الفرقه الام، واللي فرصه باش نقدم تحيه كبيره برشا للفرقه واللي فيها الكل على راسهم الفنانه الكبيره السيده مدام منى نور الدين اللي ما خلات ما عملت باش توفر كل شيء باش العمل يكون ناجح، باش الفرقه تتالق تحسوا ديكور سبيسيال. تبارك الله عليها بصراحة. فعلا عظيم الشكر وجزيل الشكر لكل شغل في العمل هذا بصراحة. الفرقة هو احنا الوقت يعني بنركض وبالجري بالهيد، اما ما تنجمش تعرف النجم يكون عنا مشاركة في جي تي سي ينجم يكون يعني مشاركة شرفية متوازية يعني يمكن يمكن ما نعرفش. هوني الأمر يرجع بالنظر إن شاء الله احنا نحبه أكثر والله أكثر إن شاء الله. مدام مريم نعرفوا زادة فما برشا مسرحيين عندهم مسرحيات يمشوا بهم للسجون، وأنتم مسرحيتك تحكي على السجينات، اسكو مبرمجينها إن شاء الله باش تكون في السجون تونسية ولا لا؟ علاش لا؟ بما أنه الموضوع يهمهم بدرجة أولى، يهمهم برشا ونظن تعجبهم خاطر تمسهم. اي علاش لا؟ اي علاش لا؟ انتم خممتوا فيه ولا توا باقي البرمجه على الفرقه؟ احنا ما علينا لا ما حكيتوا فيه والا توا اقتراح جاكم معناها؟ احنا ماذا بينا نعرف ان شاء الله. ما هي ماذا بينا خاطر تولي تمس تحسوا جمهورك ياسر هو المعني بالامر نمر واحد معناها. صحيح. انا ما عرض ما سبقليش عرض في السجون والله ماذا بي على التجربه معناها. حلوه ما هكا المسؤولين يسمعوا فينا تويك على شلام ما تتمش البرمجه نتاع المسرحيه هذه المسرحيه النفس باش تكون موجوده في السجون التونسيه. نعطيكم بعد احنا كونتاكت ديجا مدام جاونا قبل ويحبوا هما العروض هذه السينمائيه والمسرحيه. ما نظنش كان الفرقه تقول لا بيان سور ان شاء الله ان شاء الله احنا نقولوا ما تقولش لا. العرض هذا وقتاش باش يكون مدام لو 5 ديسمبر؟ ان شاء الله بعد غدوه
5 ديسمبر في مدينة الثقافة. أنا نقول لكم إجوا وتفرجوا. معناه هو وقت مدام؟ مش لعبت تعرف؟ العشية مع أعتقد 7 هكاك. أعتقد. وانتم زاد تجيو ان شاء الله باش ما نمش شوقتني اكثر كي انت حكيت عليها وي. شوقتني باش نجي نتفرج لازم بالحق. لازم تراهو فيها صور جميله الناس اللي جاوا استمتعوا يعني الاصداء كانت بصراحه فرح برشا باهي وريم عبروقه عندك حاجه جديده تحضر فيها حاليا توا وين ريم في الكوميديا وينك حتى الشخصية اللي خديتها في الدوبلاج شريرة معناها ما والله تضحك هي مش هكاك ما والله تضحك انا ما كنتش نقصد باش نضحك ولا تضحك وتحبت والمرأة راهي شريرة ما تفهمش علاش حبوها انت روحك تخاف يا ريتشي ثم في الإذاعة إن شاء الله أعتقد أنه خاطر عملنا وعملنا عملت مسلسل إذاعي من تأليفي اسمه دارنا وتبث في 6 إذاعات هكا ضامر وخفيف ومتاع ضحك وكل ثم حاجة إن شاء الله قيد التأليف للإذاعة للإذاعة ما عادش عيطولك للسيت كوم ولا أنا اللي ناديلي نخدم ما ناداوليش ما بالكاستيك ما عادش بالمنادات والله سبق أنا ما أنا ما نتكبرش مش لا 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 انا ما نتكبرش اما بو وزاد ثم حاجات اللي انا من اساس وما نمشيش يعني ما نخممش فيهم مش مطروح يعني فلا وبصراحه دوبلاج ياخذ برشا وقت خاطر احنا على طول العام ما نرتاحوش انا نفس بديت فيها وانا في اخر حلقات فضيله فهمت ويعني الصباح نمشي نبرف والعشيه نمشي الفضيله تصورني تصورني كيفاش نروح ميرسي بوكو مدام والممثله التونسيه ريم عبروق نذكركم مسرحيه تنفس باش تلقاوها في مدينه الثقافه نهار 5 ديسمبر 7 نتاع العشيه امشوا بكثافه تشوفوا الابداع التونسي بالحق وحتى ان شاء الله يتم برمجتها في السجون التونسيه ان شاء الله ان شاء الله وفي المسرح البلدي باش تكون ان شاء الله برشا عروض ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالتوفيق مدام ربي فضلك ربي فضلكم الكل ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله ديما موفقين بارك الله فيك وياخذ بخاطركم ميرسي بوكو انت زاد ياخذ بخاطرك مدام ريم عبروق نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا